اللي هتكسب. وانا شايف ان مكسبكو انكم تتعاونوا معايا. يلا مايا. معلش يا باشمهندس، احنا مضطرين نجتمع مع مهندسين الشركه علشان نعلمهم بالتطورات اللي عندنا. خد راحتك في المكان ده. طبعا طبعا يا حبيبي، انا كده كنت ماشي. يحيى، انا ما اعرفش حاجه اسمها ياس. واضح كمان انك ما تعرفش حاجه اسمها كرامه برضه، بدليل انك انت قادر تدخل الشركه دي بعد السنين دي كلها. ايه ده؟ انتوا اشتغلتوا مع بعض قبل كده؟ ساعات. انا قريت المقايسات والميزانيه اللي عاملها باشمهندس مهب للمشروع الجديد. الحقيقه الحاجات محسوبه بالسحتوت. انتوا واخدين بالكم ان لو حصل اي تاخير مشروع زي ده ممكن يكلفنا خساره قد ايه؟ وانا بصراحه خايف ندخل مشروع زي ده لوحدنا. خايف؟ انت بس عشان لسه جديد معانا بتقول كده. لكن ده اقل مشروع دخلناه فيه نسبه مخاطره. ولا ايه؟ الباشمهندس يحيى علمنا مبدا الشركه ماشيه عليه من سنين. مبدا ايه؟ اللي خايف ما ينزلش من بيته. انت عارف مشروع مروج لحد دلوقتي هيدخل في سيوله قد ايه؟ 500 مليون جنيه وممكن اكتر. كل الشركات اللي داخله قصادنا المشروع ده مش داخله لوحدها، عاملين كامبين شركتين وثلاثه مع بعض، واكيد الافضليه هتكون ليهم. وانت حابه تدخلي الجمل معانا؟ خالص، لكن احنا في موقف لا نحسد عليه. انا بقى عايز اعرف انت ازاي عرفت ان عمرو مش هيكمل معانا ومن اسبوع، مع انه ما خدش القرار ده غير اول امبارح. اولا ما تصدقش كل حاجه تسمعها، ثانيا هو واخد فعلا القرار ده من اسبوع بس ما قالناش غير لما ظبط اموره. ثالثا بقى وده الاهم يا ماهر، ان مش كل حاجه لازم تعرفها، في حاجات ما يعرفهاش غير يحيى بس. نشوف شغلنا بقى يا جماعه، عندنا مشاريع كبيره، عايز حماس. اقدر اخدمك باي حاجه مدام نهد؟ لا يا حبيبتي، انا مستنيه يحيى. انت عايزه تقولي لي حاجه؟ لا. اقولها ساعه كام؟ الساعه 6. طب يلا بقى روحي عشان ما تتاخريش، احنا خلصنا شغل خلاص. حاضر. هزبط. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مستنيك. ليه، في حاجه؟ هو انا ما ينفعش استنى جوزي حبيبي واطمن عليه قبل ما انام؟ طالما دخلتيني من السكه الحنينه دي يبقى انت عايزه حاجه. هاتي من الاخر. تلات ايام. مين؟ نسافر تلات ايام يا يحيى. بجد سفريه زي دي هتفرق معايا قوي انا والولاد. وبعدين يا حبيبي والله الشغل مش هيتاثر. حبيبي انت كمان محتاج تفصل. ما بقيناش بنتلم عليك. نفسنا نتجمع مع بعض ونغير جو ونتبسط كده زي زمان. وبعدين انت مش النهارده الصبح قلت لي هتعوضنا حبسه البيت في اللي فاضل من الاجازه؟ طيب يا حبيبتي، انا بس بستاذنك نعدي يومين الزنقه بتوع الشغل دول وبعد كده انا تحت امرك. يا يحيى، فاضل على الدراسه اقل من اسبوع، لسه هتظبط. وبعدين ما انت مش لوحدك في الشركه، معاك مهندسين ومعاك كمان نهد. نهد؟ نادي اللي انت جيتي لها الشركه عشان تظبطي معاها موضوع الاجازه كده برضه يا منمون؟ بقيتي تخططي وتظبطي وانا اخر من يعلم؟ ما انا تلمستك بقى يا استاذ عشان خاطري وافق. ان جيتي الحق انا اكتر واحد محتاج الاجازه دي، بس على شرط، هنخليها على يوم الخميس الجاي، هندخلها في الويك اند. لسه هنستنى الخميس الجاي؟ ما هو يا كده يا نلغيها خالص. لا يا حبيبي نستنى. اوكي نستنى. انزل يا يوسف حط الشنطه الاول. لا مش قلنا بلاش تليفونات في الرحله دي؟ تدينا يا مامي لازم ارد عليها. انا ما حدش بيسمع كلامي في البيت. يا حبيبي بتنط كده ليه؟ مش في باب؟ على فكره مفيش باب. بقول لك ايه، تخلصي المكالمه وتسيبي التليفون هنا، ما تجيبوش معانا. مين؟ ايتن؟ انت بتحلمي،
امال مين يا مامي اللي هنزل صورها على الانستجرام اول باول وهي في العين السخنه؟ على فكره اللي هينكد علينا في السفريه دي بنتك. ده بس يا حبيبي عشان انت ما بتقعدش معايا كفايه، مش عارف تتعامل معايا. استنى بس لما تسافر هتاخد شورت كورس. سقف طموحاتك عالي جدا. هعدي على الموقع. ها ليه يا يحيى؟ هبص بصه سريعه كده ونمشي على طول. سريع. حاضر. يا عليك يا يحيى، يعني لازم تفوت على الموقع الاول وتلطعنا ساعه في العربيه. يا مفتريه، ده هي ربع ساعه بس. باين يا حبيبتي لازم اوري نفسي للمهندسين والمقاولين علشان يشدوا حلهم. اصل احنا ان شاء الله بعد المشروع ده داخلين مشروع تاني كبير، فدعيلي نخلص بسرعه. في بتبص في المرايه كتير ليه؟ في موتوسيكلين ماشيين ورانا بقالهم فتره. ابوس ايدك بقى بلاش افور. فاكر اخر مره افتكرت ان العربيه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا ونزلت واتخانقت وفي الاخر طلع ان في عربيتين شبه بعض. يا حبيبي افصل دماغك شويه. مش ممكن يا اخي، دماغك شغاله ال 24 ساعه، حرام.